مرت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح، ونسي الناس دعوته، وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها، حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد الذكور. ولكن الله حمى سيدنا إبراهيم، فقد قضى أول 13 سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية. فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس، نظر إلى الزهرة في السماء فقال: هذا ربي. فلما غابت الزهرة قال: لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح. ثم قال: لا أحب الآفلين. فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحرك وزال قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحركت وزالت، هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض. ومن هنا ستبدأ دعوة إبراهيم إلى توحيد الألوهية، توحيد الله في الأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عاش إبراهيم في بيت أبيه آزر أكبر صانع أصنام في زمنه، ولم يتأثر يوما بما يدور حوله. كان عقله مضيئا منذ طفولته، أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رشده منذ كان صبيا. ومرت سنوات كان إبراهيم يتلقى فيها العلم ويتأمل ملكوت السماوات والأرض بحثا عن الكون وخالقه العظيم. ورغم كل ما تلقاه من علوم إلا أنه لم يسجد يوما لصنم أو صدق بهم، حتى جاءه الوحي من جبريل عليه السلام وقال له: أسلم. قال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وعاد سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ما علمه من الحق بعد أن أمره بالدعوة. قال إبراهيم: لقد أرسلني الله تعالى لأدعو الناس إلى دين الإسلام، وأحب أن أستهل الخير بدعوتك أنت يا أبي. أعبد الله الواحد وأترك كل هذه الآلهة العوالي. قال إبراهيم: هذه التماثيل يا أبتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع في أي شيء. هل جاء اليوم الذي يعلمني فيه ابن الصغير ما الذي ينفع وما الذي يضر؟ قال إبراهيم: يا أبتي الغالي، لقد اختارني الله ليعلمني ما لم تعلمه، فأرجوك أن تتبعني حتى أدلك على الصراط السوي. هل أصابك الجنون أو مسك الشيطان؟ قال إبراهيم: لا يا أبي. لماذا لا تعبد أنت آلهتي وتعيش مثلي حياة كريمة؟ قال إبراهيم:
لا كرامة لمن يعصي الله ويشرك به. إذن أنت ترفض آلهتي وتصر على رأيك؟ قال إبراهيم: نعم يا أبي. إذا لم ترجع إلى صوابك سأرجمك بالحجارة حتى تموت. قال إبراهيم: ليفعل الله ما يشاء. بل ما أشاء أنا، ومن الآن ليس لك مكان في بيتي، هيا اخرج ولا تعد مرة أخرى. قال إبراهيم: السلام عليك يا أبي، سأستغفر الله لك وأدعوه أن يتقبل رجائي. قلت اخرج من بيتي. وترك نبي الله إبراهيم عليه السلام بيت أبيه آزر بعد أن طرده الأب الكافر، ورفض قومه ما يدعوهم إليه من عبادة الله إلا سارة، كانت أول من آمن به واتبعه، فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله، موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وما زال إبراهيم مستمر في دعوة قومه: يا شماش العظيم، اشملني بعطفك ورحمتك. قال إبراهيم: يا حضرة المعلم الفاضل، عندي سؤال علمي، هل من خواص حجر الجرانيت أنه يدرك الأصوات من حوله؟ لا أظن هذا يا إبراهيم. قال إبراهيم: إذن لماذا تحدث الحجر وكأنه يسمع؟ إنه الإله شماش. قال إبراهيم: بل هو مجرد حجر صنعه أبي بيده، ورأيته عندما نحته ووضع له عينيه وأذنيه. لا تقل ما يؤذي الآلهة يا إبراهيم. قال إبراهيم: حقا ليتها تغضب وتثبت أنها موجودة، إنني أصفع التمثال على وجهه فلا يحرك ساكنا، لأنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك أي شيء. ستعاقبك الآلهة أيها الفتى. قال إبراهيم: أيتها السيدة الطيبة، الله وحده هو الذي يثيب ويعاقب وينفع ويضر، وكل ما سواه مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا. واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعملون؟
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ولم يتوقف يوما عن دعوة أبيه وقومه حتى جاء يوم يحتفل فيه القوم وبقي سيدنا إبراهيم ولم يذهب معه واستعد الجميع للذهاب للاحتفال وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة وفجأة سقط إبراهيم على الأرض فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين وعندما رحل الجميع قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وسمعه بعض المارة وغضبوا مما سمعوا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة ذهب في غفلة من الناس في احتفالات ولهو ولعب ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل وأن الحق آت لا محالة ودخل إبراهيم المعبد ومعه فأسه ورأى الطعام الذي داخل المعبد ونظر إلى الأصنام مستهزئة وقال لهم وهو يشير إلى الطعام ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ونظر إلى الأصنام مستهزئا بهم ثم نزل عليهم ضربا باليمين وبدأ في تكسير الأصنام صنما وراء صنم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين حطم إبراهيم الأصنام كلها وبعد أن أنهى إبراهيم مهمته علق الفأس على كتف كبير الأصنام تركه ليجادلهم حوله بعد ذلك فهذه هي فطنة الأنبياء ووحي السماء وخرج من المعبد فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ولما انتهى يوم الزينة وعاد الجميع إلى منازلهم بعدما ذبحوا للآلهة وقدموا القرابين حدثت المفاجأة الكبرى هيا نقدم للآلهة بعض القرابين في حسن خاتمة هذا اليوم إنه ليوم جميل ماذا؟ ماذا حدث؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ لا أكاد أصدق عيني يا ليتني قد كف بصري قبل أن أرى آلهتنا مهشمة محطمة هكذا شيء لا يصدقه عقل ولا يتصوره بشر ما هذا؟ ما هذا؟ يا للهول من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرها يقال له إبراهيم إبراهيم؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
أنت يا إبراهيم، أأنت من فعل هذا بآلهتنا؟ قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما وصل الخبر إلى النمرود قال: فعلها فتى يقال له إبراهيم، حرقوه، حرقوه بعد أن تحاكموه أمام أعين كل الناس. وبينما الجميع يستعد لإشعال النار، لم يكف إبراهيم عن مناجاة ربه طوال الليل والنهار. لم ييأس من رحمة الله، لم تضعف الشدائد، وتكالب القوم عليه، فهو مؤمن موحد صامد. حتى أشعلوا النار ووضعوه فيها، ونزل من السماء الملك الكريم جبريل وقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فأجاب نبي الله: أما إليك فلا. فقال له الملك الكريم جبريل: فاسأل ربك. قال الخليل إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. أمر الله جل جلاله النار، فقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أطاعت النار أمر خالقها، أحرقت القيود فقط، وجلس نبي الله إبراهيم وسطها كأنه يجلس في حديقة. قال إبراهيم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهنا أظهر الله معجزته لنبيه إبراهيم. هذا أخي إبراهيم حي في النار. ماذا؟ إبراهيم حي وهو في النار؟ كيف؟ إنه لساحر سحر الناس. وظل إبراهيم يشكر ربه ويسبح بحمده على ما أنعم عليه من نعمة كبيرة آخذة بألباب البشر. ولكن الحرب لم تزل قائمة، فلقد حطم إبراهيم هذه العقائد الفاسدة وأتى عليها من قواعدها. ويأتي إبراهيم الوحي بأن الله يأمره أن يهاجر من هذه القرية. وأخبر إبراهيم لوطا وسارة أن الله أمره أن يهاجر من هذه البلدة. وبدأت رحلة سيدنا إبراهيم مع زوجته سارة ولوط باتجاه مصر. وكان كلما مر على قرية دخلها ودعا أهلها إلى الإسلام حتى وصل إلى مشارف مصر. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. وكان ينتظر الخليل امتحان عظيم. فعند دخوله مصر مع زوجته سارة، جاء جنود الفرعون لأخذ زوجته. هاجم جنود فرعون خيمة إبراهيم وخطفوا زوجته وأسرعوا بها إلى قصر فرعون. ودخلت سارة قصر فرعون مصر وهي لا تدري ماذا سيجري لها في هذا القصر الكبير. أخذت سارة تصلي وتدعو الله أن يجعلها في معيته وأمنه وضمانه. أخذت تصلي وتدعو أن ينشيها الله منه، وأن يفرغ الصبر عليها وعلى زوجها إبراهيم خليل الله. سارة، يا أجمل النساء، أنا أشتاق إليك منذ رأيتك أول مرة. هيا اقتربي، هيا اقتربي. فلما حاول الاعتداء على سارة أخذت تدعو الله وتتوسل إليه وترجوه. تقول سارة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك
وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، لا تسلط علي الكافر. فأحس بآلام شديدة أبعدته عنها. ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث لي؟ أشعر بآلام شديدة في جسدي. فادعوا لي إلهك أن يشفيني. سارة، سارة. فلما دعت سارة له بالشفاء عاد مرة أخرى يتقرب منها. فعادت سارة للدعاء والصلاة والتوسل إلى الله، فابتعد عنها متألما. سارة، سارة، من أنت؟ ادعو لي إلهك أن يشفيني وسأبتعد عنك يا سارة. فلما دعت سارة الله أن يشفيه عاد فرعون لمكره، وعادت سارة للدعاء حتى كف عنها خوفا ورعبا. ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم. ولما استعدت السيدة سارة للعودة إلى الخليل إبراهيم، يا سارة، لقد رأيت فيك كل الصفات الحميدة من أدب وحياء ومعجزة شفائي بعد دعائك، ليس لها عطاء عندي أغلى من هذه. تقول سارة: إني أعجب لماذا أهديتني هذه الفتاة. إنها هاجر، أميرة ذات حسب ونسب وعز وجاه. تقول سارة: أتعهد أمام ربي بأن أرعى هاجر، بأن أحيطها بحبي وحناني. أتعهد أمام ربي أن أتقي الله في هاجر. وسبحان الله، لم يكن يعلم إبراهيم أن محنة سارة ستأتيه بهاجر أم ولده إسماعيل. وهكذا عظيم البلاء دائما معه عظيم الفرج. ذهبت هاجر إلى بيت إبراهيم عليه السلام، وأصبحت خادمة لسارة وعاشت معهم. ولم تكن تعلم أنها ستكون أما لإسماعيل، ولم تكن تعلم أنها ستتزوج إبراهيم عليه السلام. ولما جاءت الرسالة إلى لوط بتكليف من رب العالمين، أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدوم، وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس. أحس خليل الله بعد رحيل لوط بالوحدة، فدعا الله بذرية صالحة: رب هب لي من الصالحين. وسمعت سارة دعاء خليل الله إبراهيم، وحزنت وتألمت من أنها قد عجزت عن تحقيق حلمه بالولد. ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله، ثم سأل ربه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. فنزل جبريل من السماء يسأل إبراهيم، قال: يا إبراهيم، إن الله يسألك: أولم تؤمن؟ فرد إبراهيم قائلا: بلى، ولكن يطمئن قلبي. فقال جبريل: إن الله يقول لك: خذ أربعة من الطير. وحدد له الطيور، وهي الديك والطاووس والحمامة والغراب. وأخذ إبراهيم الطاووس والحمامة والديك والغراب وقطعهن، ثم خلطهن في إناء حتى تم اختلاط جميع الأعضاء بعضها ببعض. ثم جاءه الوحي بأن ضع على كل جبل منهن جزءا من اللحم. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فحدثت المعجزة، وظهرت الأربعة من الطير وتكونوا أمام أعين إبراهيم، ثم أتوه سعيا على أقدامهن. فجاءه جبريل يبلغه أن الله يقول له: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبعد أن كبرت السيدة سارة في العمر ويأست من الحمل وإنجاب طفل يخلف سيدنا إبراهيم، قامت بتزويجه من هاجر الفتاة التي عادت معها. ولكن لما حملت السيدة هاجر وأنجبت سيدنا إسماعيل، دعا سيدنا إبراهيم ربه، قال: الحمد لله، رب أوزعني أن أشكر هذه النعمة العظيمة. رب، لم تشأ بعظمتك أن أخرج من هذه الحياة الدنيا بدون أن ترى عيناي ذريتي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولما أحست السيدة سارة بالغيرة، أمر الله نبيه أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إلى أرض الحجاز وتركهم هناك. لم يكن أمام خليل الله أي اختيار، فإنه الله لا مبدل لحكمه. ووضع إبراهيم الماء والتمر بجوار هاجر وإسماعيل وتركهما تحت ظل من الجلد، وسار ولم يلتفت وراءه ملبيا أمر ربه: إن إبراهيم لصبار شكور. وقالت هاجر: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ ولم يلتفت إبراهيم وانطلق لا يلوي على شيء. وما زالت هاجر تتساءل: لمن تكلنا يا إبراهيم ولمن تتركنا؟ وقالت: يا إبراهيم، أالله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. إذن فلن يضيعني. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ورضيت هاجر عليها السلام بالله جل وعلا مدبرا ومعينا وحافظا، وجعلت تأكل من جراب التمر وتشرب من الماء حتى نفذ الماء ونفذ التمر، ويجوع إسماعيل عليه السلام. وهاجر تتألم وهي ترى ابنها يكاد يموت من العطش ولا تدري سبيلا لإنقاذه، وتنظر إلى أقرب جبل فتخرج وتصعد على الصفا وتتجه يمينا وشمالا لا ترى أحدا، فتنظر إلى أقرب جبل إلى جوار جبل الصفا فتجد جبل المروة فتتجه نحوه باحثة عمن يغيث، وفي بطن الوادي تسعى سعي الإنسان المهرول حتى إذا صعدت مشت فلم تكن تستطيع أكثر من ذلك، حتى أتت المروة فصعدت علي في هذه الشمس التي لا يحتملها أكثر الناس، وسعت بين الصفا والمروة 7 أشواط، فهي لا تريد أن ترى ابنها يموت إلا أن كانت المرة 7 بعد أن بذلت كل ما في وسعها لإنقاذ إسماعيل، والتي ليس منها النجاة وإنما النجاة من فضل الله تعالى. فلقد سمعت هاجر صوتاً فتقول لنفسها: صهيق، حيث تسكت نفسها وقالت تخاطب من لا تدري من هو ولكن تسمع صوته: قد أسمعت، إن كان عندك غواث. فإذا بالملك جبريل عليه السلام عند ابنها الذي يتألم جوعا وعطشا ويكاد يهلك، فيضرب الأرض بجناحه فتنبع زمزم. فتفرح بالماء فرحا عظيما وتقول: زمي زمي. كانت لا تجد قطرة ماء ثم وجدت عينا نابعا، فكانت زمزمة القرون، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
أخذت السيدة هاجر تسقي ولدها إسماعيل وتحمد الله الذي حفظها وابنها من الموت عطشا وجوعا. وعاد إبراهيم إلى السيدة سارة مطيعا لأوامر ربه، وطمأن الخليل عليه السلام قلب سارة وأخبرها أنه قد تركهما لله واستودعهما الله، ومن كانت وديعته عند الله فهي في حماه، فإن الله لا تضيع عنده الودائع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجاء ثلاثة رجال لسيدنا إبراهيم لهم من النور والجمال ما أدهش كل من في القرية، واستمر ضيوف إبراهيم في السير وسط اندهاش الناس من مناظرهم الجميلة، فما رأى الناس أجمل منهم، ورفض إبراهيم أن يضيفهم أحد غيره، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وجهز لهم الطعام بنفسه. وضع إبراهيم الطعام أمام ضيوفه فلم يمد أحد يده إلى الطعام، وقال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا رسل ربك، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وخاف إبراهيم على لوط، فأقبلت السيدة سارة فصكت وجهها، وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب، منحة وهبة ونعمة من الله تعالى لخليله في الحياة الدنيا. فتعجبت السيدة سارة وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فردت الملائكة على قولها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقد تعجب إبراهيم عليه السلام، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ثم جادلهم الخليل في قوم لوط، ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
شديد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وظل إبراهيم يردد قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلقد أنجبت سارة ولدها إسحاق بعد أن تجاوزت 90 من عمرها. كان إبراهيم عليه السلام يذهب بين الحين والآخر إلى مكة للاطمئنان على هاجر وإسماعيل عليهما السلام. وهكذا عاش إسماعيل مع أمه هاجر، وكان في 14 من عمره، وكأنه في 20 من عمره بعد أن جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على وجوده في ذلك المكان. وكان هذا بفضل دعوة سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ووصل إبراهيم إلى مكة وقابل هاجر وإسماعيل، وسعد إسماعيل بصلاته خلف أبيه النبي. نام إبراهيم من ليلته وجاء البلاء العظيم، حيث رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرد إسماعيل قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن كيف يذبح إبراهيم ابنه؟ إنه لبلاء عظيم، إنه ابنه البكر وفرحته الأولى. ولكن إبراهيم لم يكن ليتردد في أمر من أوامر الله تعالى، حتى وإن كان الأمر بذبح ولده. ولم يكن أمام إبراهيم إلا الانصياع لأمر الله دون تردد. ذهب إبليس إلى إسماعيل يوسوس له قائلا: إن إبراهيم يريد ذبحك، سيزعم لك أن الله قد أمره بهذا. فرد إسماعيل سمعا وطاعة: وما أدراك أن الله أمره بهذا. فأمسك إسماعيل بسبع حصوات وألقاها عليه، وقال إسماعيل: أعوذ بالله منك، إنك أنت الشيطان. فذهب الشيطان إلى السيدة هاجر: يا أم إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ سيذبحه. أتذكرين حين تركك إبراهيم في هذا المكان الموحش؟ قالت هاجر: هذا أمر الله، أتستعديني على الله ورسوله؟ وذهب إبراهيم بإسماعيل ليذبحه، فشد وثاق إسماعيل وحد شفرته وقال: نعم العبد أنت يا بني. فلما أسلم وتله للجبين، ناداه ربه أن فك وثاق إسماعيل، فلقد فداه ربه بذبح عظيم. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وهكذا ودائما يسافر خليل الله للدعوة ولا يستقر بمكان، وتخبره السيدة هاجر أن الله معهم منذ تركهم في الصحراء حتى انفجرت فيها الماء وتجمع الناس حولهم، وأخبرهم إبراهيم أنه سيعود ليطمئن عليهم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ظل إسماعيل يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام وعدم السجود والركوع إلا لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واقترب إسماعيل أكثر وأكثر من قومه يعلمهم وينقي عقيدتهم من الشرك ومن عبادة الأوثان إلى آخر يوم في عمره. ولما رأى إسماعيل إحدى بنات العماليق تزوج منهم. ووصل إبراهيم إلى مكة يسأل إبراهيم زوجة ابنه إسماعيل ما طعامكم وما شرابكم؟ نحن في ضيق، لا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ماء، نحن في فقر. حزن إبراهيم لسماعه ما قالته الفتاة وأنها غير راضية بما قسم الله لها، فقال لها قولي لزوجك غير عتبة بيتك. فلما عاد إسماعيل سأل زوجته هل جاءنا أحد اليوم؟ قالت له ما حدث بينها وبين الضيف. فقال لها هل ترك لي شيئا؟ فقالت له ما حدث. فقال لها إنه أبوه وطلق بنت العماليق بعد أن فهم ما يعنيه أبوه عليهما السلام. تقدم إسماعيل للزواج براعية ووافق أبوها. ووصل إبراهيم عليه السلام أمام منزل إسماعيل وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، هل من منزل؟ تفضل. فقال إبراهيم أتكرمون الضيف؟ أعندكم ما تقدمونه للضيف؟ نعم إن شاء الله، فادخل رحمك الله فاطعم واشرب. قال إبراهيم ما طعامكم؟ اللبن والماء. قال إبراهيم هل من حب الشعير أو القمح؟ نحن في نعمة. قال إبراهيم بارك الله في طعامكم. ادخل أيها الشيخ الجليل، عندي قربة ماء من زمزم، اغسل وجهك ورأسك من حر الطريق، تفضل. قال إبراهيم إن جاء رب البيت فأخبريه أني أبوه وقولي له ثبت عتبتك فإنها صلاح لك. فلما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بما قاله لها أبوه، فقال لها أنت عتبة البيت وإن أبي قد رضي عنك. وينزل الوحي على خليل الله يخبره أن الله يأمره بأن يرفع القواعد من البيت وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويحمد إبراهيم الله ويسمع ويطيع. ويخبره الوحي عن رب العالمين بأن هذا البيت هو بيت الله في الأرض، ويا له من شرف لأن تبنيه يا إبراهيم. وينزل إبراهيم عليه السلام من الجبل يسافر إلى مكة لينفذ أوامر الله. ويأتي الوحي لسيدنا إبراهيم يعلمه بمكان البيت الحرام ويبدأ ببنائه مع سيدنا إسماعيل. ذهب الخليل عليه السلام إلى إسماعيل في وجود زوجته، وقام إبراهيم برفع الربوة الحمراء وتسوية الأرض التي كانت عليها، ورفع إبراهيم قواعد البيت الحرام. ولما انتهى من بنائه عين أركان الكعبة، فبدأ بالركن الذي يتجه نحو اليمين وقال هذا يمين الكعبة ومن هنا يبدأ الطواف بها، فمن دخل الكعبة فليبدأ باستلام هذا الركن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يبدأ بدعوة الناس للحج إلى البيت الحرام، وأن يتخذوا من المقام الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة مصلى. فبدأ الناس يأتونه من شتى بقاع الأرض، وعلم إبراهيم الناس الحج وأركانه من طواف القدوم إلى طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. وعهد رب العالمين إمارة البيت الحرام وخدمة حجاجه لسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الكعبة أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل، في حين أن بقية الشعوب والقبائل في سائر أنحاء الأرض كانوا يبنون البيوت لعبادة الأصنام. واستقرت الحياة في مكة، وأرسى إبراهيم قواعد مجتمع سوي يحكم بكتاب الله، لا يقهر فيه القوي الضعيف ولا يبخل فيه الغني على الفقير. وأكمل الله شريعة إبراهيم 12 سبطا منه، وتزوج سيدنا إسحاق وأنجبت زوجته طفلا، وكانت هذه تتمة بشارة الملائكة لخليل الله إبراهيم بولادة يعقوب عليه السلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.